حبشي مش هيستجري يبص في عين حد من الحارة. انا بعد ما علقته قمت جاي على وشه ومعلم بحرف العين. لا انا بصراحة اكتر حاجة مكيفاني في اللي انت عملته ده حرف العين دي. اصلي ما توقعتش ان دماغك تجيب كده ابدا. انت مخك طلع نضيف يا عصفور. فعلا المفروض الرجل العناب كل ما يعمل حاجة يحط في الاخر حرف العين، رمز العناب. لا انت فهمت يا دكتور، انا كان قصدي عين فر عصفور مش عشان العناب. عين فر عصفور؟ فر عصفور. انا اسف عصفور، انا بسحب كل كلمة محترمة قلتها في حقك. عصفور انت من اغبى البني ادمين اللي انا قابلتهم في حياتي. يا دكتور انا هلاقيها منك ولا هلاقيها من الحكومه اللي ممكن تقبض عليا في اي لحظه؟ ده انا سايب اول حرف من اسمي، يعني ممكن يقبضوا عليا يا صاحبي. لا ما تقلقش، الحكومه لو شافت حرف العين غالبا هتقبض على عمرو دياب. يا دكتور كان نفسي اقلع له المسك واقول له انا عصفور، عصفور اللي ياما هزقت وضربته على قفاه يا حبشي. ده انا اللي هضربك على قفاك لو الماسك ده اتقلع قدام اي بني ادم ايا كان هو مين، فاهم؟ يعني انا وشي مش هيبان خالص؟ يعني انت عملت ايه بوشك لما كان باين؟ ولا حاجه. خلاص ومن هنا ورايح مش عايز مخك ده يشتغل، مفيش اي حاجه تعملها غير لما انا اقول لك عليها، فاهم؟ خلاص وسط الدماغ. بس كان ليا طلب. ها؟ كنت عايزك يعني تريحني في البدله اللي انت بتعملها. عايز ايه من البدله؟ عايزك توسع لي الحجره عشان اخد ودي فيها براحتي، وعايزك تعمل لي كسر لزوم الشياكه، وكان لو امكن يعني كنت عايزك تعمل لي سوس عشان لما عاوز افك ميه يبقى سهل عليا، يعني ما اقعدش اقلع البنطلون وكده. ثانيه واحده ثانيه واحده يا عصفور، انت قلت ايه؟ كسر بس يعني بعديها. قلت سوسته بعديها. قلت افك ميه ايه بتتكسف؟ لا دي هنجلها بعديها، اخر حاجه قلتها. قلت منطلون. منطلون منطلون. منطلون. انت يا ابني هتروح من ربنا فين يا ابني؟ هتروح من ربنا فين يا عصفور؟ انا شقى عمري بيضيع هدر قدامي عليك يا عصفور. طب بس 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 عشان ما نقلش من بعضينا، عشان احنا التقدير خسرنا كتير. الواقف قدامك ده بيفهم في اللبس كويس قوي. لا ما هو باين. انا اشتغلت مع اكبر مطربين في البلد. اشتغلت مع هوبا. اشتغلت مع سعد الصغير. واخيرا عصام كاريكا. وعصام كاريكا ده بقى اللي هو المطرب المحجب. طب عصفور انا اسف، انا فعلا اللي بقى عصفور. خلاص. طيب الخطوه الجايه انا لازم اقدمك للناس، بس عشان اقدمك لازم اقدمك بطريقه فيها ذكاء، طريقه فيها شياكه. لازم الشعب كله يعرف ان مصر بقى فيها بطل خارق اسمه الرجل العناب.